Alors, d'abord, on va voir la partie 2 de cette vidéo. Comme rappel, la partie 1, on a étudié la loi de la gravitation universelle, où je fais les caractéristiques de cette force, où je fais la représentation de là, où je fais comment calculer l'intensité de cette force attractive. D'abord, on va voir le deuxième de cette vidéo, le poids d'un corps. Le poids du corps, c'est quelque chose que j'ai vu dans le quatrième. On va voir le développement, évoluer, on va voir le développement. Donc, c'est quoi le poids d'un corps? Le poids d'un corps, c'est une force. C'est une force. Madame, c'est une force, il y a un harf moutajia. Ou un harf adada, il y a un harf P. Parce que le poids, هو الوزن دونك كناخذوا الحرف بي وكنرمزوا ليه وكنديروا له واحد المتجهه اي لا فورس اكزيرسي بار لا تيغ سور سو كور هي القوه اللي كيطبقها كوكب الارض على هذا الجسم هذا مثلا ولا عليا انايا ولا على هذه الطاوله ولا على هذه السبوره الى غير ذلك جميع الاجسام اللي كاينه في الارض كي اونتور لا تيغ راه هي نورمالمون سومي لواحد لا فورس اللي هي لو بوا D'accord. Donc le poids qui est appliqué à la Terre, donc c'est le poids que nous avons dit dans le 9e, donc c'est le poids que nous appelons le poids du corps. Et cette force, elle ne s'applique pas seulement sur la Terre, mais sur le corps. Il peut s'appliquer à une autre planète, à un corps, ou à la Lune, à un corps, etc. Nous ne disons pas que la Terre est sur le corps. D'abord, non. D'abord, nous allons parler de l'univers complet. Donc, à l'intérieur du poids. ما نحصروش حنا غير في القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم راه كنا مثلا فوق سطح القمر غادي نقولوا راه هي لا فورس اكزيرسي بار لا لون سور لو كور اكسيتيرا كنرمزوا ليها بي متجهة وهي سيت اون فورس ا ديستانس يعني دائما الأرض كتطبق واحد القوة بلا ما يكون واحد لو كونتاكت لاحظ معايا غادي تجذب عندها لو ماركور غيطيح عندها لو ماركور بلا ما يكون واحد لو كونتاكت بيناتهم دونك سيت اون فورس ا ديستانس هذا لو تيب ديالها كيف ما كنعرفوا بان لو بوا سي اون فورس دونك غيكونوا عنده نورمالمون دي كاركتيريستيك شحال هذه كنا كنهضروا على اربعه شنو اللي ناقص هنايا ناقص لو بوين دابليكاسيون لو بوين دابليكاسيون كيكون دائما هو داك لو سونتر دو غرافيتي باغ اكزومبل خدينا لا تيغ هي هذه وعندي لو كور ديالي هو هذا دونك فين كيوقع تاثير لاكسيون كيوقع دائما في لو سونتر دو غرافيتي داكور لو سونتر دو غرافيتي دونك لا ديريكسيون دائما كيكون شنو هو خط التاثير ديال هاد القوه ديال الوزن دائما كيكون المستقيم العمودي المر من داك مركز الثقل دونك كنقولوا لا فيرتيكال باسونت بار جي دائما حيت هاد مركز الثقل كنرمزوا له بالجي سي لو سونتر دو غرافيتي لو سونس ديما هي كتكون من الاعلى نحو الاسفل لا تلقص هذا الماركور هذا راه غيطيح من الفوق للتحت ديما في لو سونس كنقولوا من الى دو هو فيغ لو با بالنسبه لانتونسيتي لانتونسيتي كنديرو بي سون فلاش كتساوي ام لا ماس ديال هاد لو كور مضروبه في لانتونسيتي دو بوزونتور وهادشي شفتو شحال هادي هذا سي كوم يعني ان بوتي رابيل بي سي لانتونسيتي لونيتي انترناسيونال سي لو نيوتون ام سي لا ماس لونيتي انترناسيونال سي لو كيلوغرام جي سي لانتونسيتي دو بوزونتور الوحده ديالها هي النيوتون على الكيلوغرام هاد جي هادي كنا كنهضروا عليها شحال هادي وكنا كنقولوا بان جي فاري وهي كتفاري افيك لالتيتود مع الارتفاع نعطيك مثال الجي اللي كاينه في الرباط راه ماشي هي الجي اللي كاينه في باري وماشي هي الجي اللي كاينه في خط الاستواء وماشي هي الجي اللي كاينه في لو بول في القطب الى غير ذلك كل ما بدلنا المكان او بدلنا الارتفاع او ارتفعنا فوق يعني ارتفعنا على سطح الارض فهاد الجي هادي كتفاري داكور هادشي غادي نبينوه اليوم حيت اليوم غنعرفوا هذيك الجي اللي كانوا كيعطيونا نورمالمون كتساوي داك 9 فيغول نورمالمون 79 ولا 9 فيغول 80 منين جات شنو هي ليكسبرسيون ديالها دونك نقدروا نحسبوها وحنا عارفين بان كل بلانيت راه عندها واحد الجي ديالها داكور دونك هي نورمالمون واحد القيمه اللي فاريونت كتغير دونك لو بوا حتى هو قلنا راه كيفاريي علاش حيت هاد الجي هادي راه كتفاريي ولا ماس قلنا هي واحد لا غروندور اللي هي فيكس نو فاري با نو شونج با دونك الا خدينا كيفاش نمثلوا هاد لو بوا كيفاش نمثلوا هاد لا فورس هادي الا خدينا باغ اكزومبل عندي واحد لو كور هنا وعندي لا تيغ هي هادي بيان سور لا تيغ غتطبق واحد لا فورس على هاد لو كور دونك هاد لا تيغ راه عندها لو سونتر ديالها هو هذا دونك سي هذا هو لو سونتر دو لا تيغ دونك كيفاش غنمثل انا هاد بي دائما هي كتبدا من المركز الثقل ديال الجسم اللي عندي
وكتكون نحو الاسفل وبالضبط كتكون فيغ لو سونتر دو لا تير كتكون نحو نورمالمون مركز الارض وبالتالي انا كنرسم واحد لا فيرتيكال عمودي على المكان فين كاين هذا الجسم دونك الجسم كاين هنا دونك كنرسم واحد العمودي دونك غادا تبدا من هنا وغادا تكون فيغ لو سونتر دونك هذه هي بي في هذه الحاله هو نعطيك لو كور هنا اول حاجه غادي ترسم لو سونتر دو غرافيتي فوالا واش غادي تكون هي هذه نو خطا ماشي هي هذه دونك حنا قلنا كتكون هي فيرتيكال على من على لو فين محطوط هذا الجسم دونك لا فيرتيكال في هذه الحاله هي هذه وكتكون فيغ لو سونتر دو لا تير دونك بي في هذه الحاله راه هي هذه انسي دو سويت دونك هكا كنمثلو بي دائما كتكون فيغ لو با وهكا كنحسبوها دونك دابا بغيت نعرف ليكسبريسيون دو جي هاد جي هادي اللي كانوا كيعطيونا واجده دابا لا في 5 غتولي انت تعرفها غتولي انت تكالكوليها هذيك 9.80 انت اللي غتعرفها منين جات داكوغ يعني غنطوروا شويه المسائل دونك هنا شنو هو المنطق غادي نربطوا هاد لابارتي هادي مع لابارتي الاولى اللي شفنا شنو قلنا قلنا حنا ملي كيكونوا عندنا دو كور راه كيكون واحد لاتراكسيون كتكون واحد لا غرافيتاسيون يونيفرسال كتكون واحد لا فورس نورمالمون دانتيراكسيون غرافيتاسيون كتكون واحد القوى تجاذبيه انا عندي الارض نورمالمون كتحاول تجذب عندها الجسم كتحاول تجذب عندها الجسم دونك نقدروا نقولوا بان لا تيغ اكزيرس اون فورس d'interaction gravitationnelle sur le corps. Donc il y a une interaction entre le corps et la terre. Nous pouvons dire que P est la force qui est le poids. Alors شنو كتساوي لينا نورمالمون كتساوي لينا القوه ديال الجاذبيه ولا ديال التجاذب الكوني اللي كتطبقها لا تير على لو كور كتساوي داك اف لي نورمالمون اللي كتطبقها الارض تير على لو كور دونك نرمزوا لا تير بالتي ولو كور بالسي ومن لهنا نقدروا نشوفوا شي اكسبريسيون ولا شي علاقه اللي نقدروا نحسبوا بها الجي شوفوا معايا مزيان دونك هنايا نورمالمون بي نقدر نعوضها بلا فورمول ديالها ام فوا جي و اف دو تي سور سي انا عارف كتساوي هي غون جي اللي قلنا لا كونستانت فوا لا ماس دو لا تير الارض كبيره دونك نديرو ان ماجيسكول نضربها في ام اللي هي لا ماس ديال هاد لو كور ديفيزي باغ لا ديستونس اونتر او دونك المسافه اللي كتفصل ما بين لو سونتر ديال هاد لي دو كور ومن لهنا نقدر نجبد الجي واش فهمتي دابا البلان ولا لا غير هو هنا كيكون عندنا جوج ديال الحالات الجي كنحسبوها بجوج ديال الحالات يا اما كيكون عندنا الحاله الاولى كيكون عندنا الجسم فوق سطح الارض بحال هاد الحاله ولا يقدر يكون الجسم هذا يعني بعيد على الارض بواحد الارتفاع دونك انا غنشوفوا جوج ديال الحالات دو كا دونك لو كا نيميرو 1 شنو غادي نشوفوا normalement le corps, le jisme, il a qu'un sur la surface de la terre. هذه الحالة هذه. نشوفوا الجي كيفاش كنحسبوها. وقلنا بأن الجي راه كتفاري سولون لالتيتود. دونك نشوفوا الحالة الثانية إلا ارتفعنا على سطح الأرض. دونك لو كا دو غادي نقولوا بأن لو كور أون altitude يعني هو على واحد الارتفاع اون altitude دو لا سيرفاس دو لا تير دونك الحاله الثانيه الا كان الجسم بعيد بواحد الارتفاع على لا تير دونك هنا ندير واحد التبيانه بسيطه باش تفهموا الفرق ما بين هاد جوج حالات دونك الا كانت عندنا لا تير هي هذه تري بيان وكان عندنا الجسم فوق لا تير يعني مثلا كاين هنا جسم هو دائما ملي كنهضر على لا فورس دانتيراكسيون خصني نرسم لو سونتر ديال كل كور تري بيان دونك هذه هي لا تيغ هذا هو لو كور لا تيغ عندها واحد لا ماس اللي هي ام تي و لو كور عنده واحد لا ماس اللي هي بتيت ام تري بيان هذا نورمالمون لو سونتر دونك هذا غيكون هو لو غيون هو لو غيون الشعاع ديال الارض كنعتبروا بان الارض راه سفيريك يعني كرويه الشكل دونك هذه هي ار تي هذه هي ار تي دونك هذه هي الحاله الاولى دونك شنو غادي ندير هنايا دونك حنا عارفين بان بي راه هي القوى اللي كتطبقها الارض على هذا لو كور يعني هي لو بوا ديال لو كور راه كتساوي لنا اف راه هي القوه اللي كتطبقها الارض على هذا الجسم يعني اف دو تي سور لو كور دونك تي هي ام ضروبه في الجي و F de T sur C راه هي G لا كونستانت فوالا la masse de la terre fois la masse du corps هادشي حسب القانون ديال نيوتن وداك لا غولاسيون اللي شفنا في لا بارتي 1
دي اس 2 على المسافه ما بين المركز ديال الارض والمركز ديال هذا الجسم. كيف ما كنلاحظوا بان الجسم ما نقدرش نقارنه قدام الارض، الارض كبيره بزاف والجسم راه صغير بارابور الارض. دونك هنا المسافه راه هي من لو سونتر ديال الارض نورمالمون لو سونتر ديال لو كور، ولكن هذه المسافه هذه ديال هذا لو غيون ديال هذا لو كور راه صغير بزاف، راه غير كيلكو سنتيمتر ولا شي حاجه قدام لي كيلومتر ولا لي مليون دو كيلومتر. دونك هنا اون فا كونسيديري بان دي لا ديستانس اللي كتفصل لو سونتر ديال الارض على لو سونتر ديال لو كور هو ار تي. علاش؟ حيت هذه المسافه هذه نقدروا نيجليجيوها نهملوها حيت صغيره بزاف. دونك هي ار تي، هي الشعاع ديال الارض. دونك هاد دي هذه غنعوضوها بار تي اللي عندنا. دونك شنو غتولي عندنا هنايا هاد البيعه العشريه؟ دونك ام فوا جي حيت ايكال جي فوا ام تي فوا ام ديفيزي باغ. دونك هاد دي هادي غادي نعوضوها بار تي اوكار. تري بيان. دابا نخدموا شويه ديال الماط. هاد ام هادي فيها الضرب، الا حولتيها للجزء الاخر غتولي قسمه. دونك كتمشي لنا ام مع ام. نقدروا حنا نختزلوها من هنا حيت هنا مجهدين في الماط، راه حنا دابا علميين داكوغ. شنو غيبقى عندي انا؟ جي غنعرفها دابا. جي اللي هي لانتونسيتي دو بوزونتور غنوليو نعرفوها شحال كتساوي. هي جي لا كونستانت اللي هي 0.67 في 10 اس ناقص 11 مضروبه في لاماس دو لا تيغ اللي كيكون عاطيها لكم في التمارين. وهادشي كلشي مقسوم على ياش؟ على ار تي او كاري اللي هو لو غيون دو لا تيغ كيكونوا عاطينو لينا. دونك نقدر نحسب هذيك جي ونبين انها كتساوي داك 9.80 اللي كنا كنقراو بهذه القيمه. وهاد جي هادي في هذه الحاله نقدروا نرمزوا لها بجي زيرو. علاش؟ حيت لالتيتود الارتفاع ديال الجسم على الارض راه هو صفر، يعني فوق سطح الارض، يعني نقدروا نسموها جي صفر في هذه الحاله. بالنسبه للحاله الثانيه غادي نديروا عاوتاني واحد التبيانه باش تفهموا مزيان. عندي لا تيغ هي هادي، دونك هادي هي لا تيغ، ولا تيغ عندها واحد لاماس اللي هي ام تي، وعندي واحد لو كور، ولكن لو كور في هذه الحاله هادي جا عالي. دونك هذا هو لو كور، لاماس ديالو هي بتيت ام، جا بعيد على الارض بواحد الارتفاع. هاد الارتفاع هذا نسميه هو اش. دونك فوالا لو سونتر دو كور، فوالا لو سونتر دو لا تيغ. تري بيان. دونك في هاد الحالة هادي إلا بغيت نطبق هاد البلان هذا شنو غادي نقول؟ غادي نقول بأن بي لانتونسيتي دو بوا كتساوي لا فورس دانتيراكسيون غرافيتاسيونال de la Terre sur le corps. On va normalement remplacer P par sa formule, M fois G. On a F de T, là c'est donc un chemin. Il y a G la constante, fois MT de l'art, fois la masse du corps. كل شيء على دي اس اثنان. دابا شنو اللي غيتبدل لينا هنا هي داك دي. دونك شنو هي دي؟ قلنا دائما لا ديستونس في هاد لا فورمول هادي كيفاش كنعرفها؟ هي المسافه اللي كتقطع لينا ما بين لو سونتر دو لا تيغ وما بين لو سونتر ديال لو كور. فهمتي؟ دونك هادي راه غتكون هي دي في هاد الحاله. هادي هي دي. دونك شنو هي دي في هاد الحاله؟ عارف انا ملي من سي لهنا راه هي ار تي، هو الشعاع ديال الارض. دونك شنو غتمثل دي؟ راه هي ار تي بلس اش. هنا كانت غير ار تي بوحدها حيت كان الجسم فوق سطح الارض، هنا ار تي وتزادت واحد اش. الوغ هنا نقدروا نفتحوا واحد القوس نقولوا بان دي هنا او دي راه هي ار تي الشعاع ديال الارض زائد اش عاد. نقدروا نحسبوا المسافه ما بين هاد لو سونتر وهاد لو سونتر. دونك اون فا رومبلاسي هاد دي هادي بهاد لا فورمول هادي. دونك شنو غيولي عندي دابا هنا؟ ام فوا جي، جي فوا ام تي فوا ام ديفيزي باغ، غنعوضو دي او كاري باغ ار تي بلوس اش توس او كاري، كلشي اس اثنان. مزيان. قلنا بان هاد ام هادي غنديها ليه باش تبقى ليا جي، حيت انا الهدف هو نكتب ليكسبريسيون ديال جي، نعرف داك جي شنو هي العلاقه اللي كنحسبوها بها. دونك ام لا ديتيها ليها تولي في المقام، المقام ام كاينه هنا وام كاينه هنا. دونك غادي نختزلو بام كيف ما درنا في الحاله الاولى. شنو غتبقى لنا جي في هاد الحاله ملي كيكون عندنا لالتيتود؟ كتساوي لنا هي كرون جي فوا ام تي، كلشي مقسوم على ار تي بلس اش توس او كاري. في هذه الحاله هذه جي باش نميزو على جي زيرو دونك نقولو هي جي اش. دونك هي لانتونسيتي دو بوزونتور ا اون التيتود اش، يعني هي الشده الثقاله ديال واحد الجسم بارتفاع اش، بواحد الارتفاع. الا كان الجسم هنا يتواجد بارتفاع، يعني ما جاش فوق سطح الارض. دونك فوالا.
كاين جوج طرق كيفاش كنحسبوا الجي، يا اما جي 0 الا كانت فوق سطح الارض، دونك هي العلاقه ديالها ما نحفظوهاش، نعرف الطريقه منين كنجبدها. وهنا جي اش اذا كان عندنا الجسم بعيد بواحد لالتيتود ولا بواحد لاوتور على لا سيرفاس دو لا تيغ، ها كيفاش كنحسبوها. بقات لينا واحد المساله بسيطه بزاف، واحد السينتاج اون بو نورمالمون هنايا اون بو ديدوير اون غولاسيون، واحد العلاقه ما بين هاد جي 0 و جي اش. نقدروا نوجدوا واحد العلاقه ما بين جي اش و جي 0 كيقدروا يتبعوا لنا في الامتحانات وفي التمارين اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادشي راه ساهل بزاف. باش نتفاهموا على واحد القضيه، شنو هي دابا جي 0؟ هي لانتونسيتي دو بوزونتور على سيرفاس دو لا تيغ. وشنو هي جي اش؟ هي نورمالمون هي لانتونسيتي دو بوزونتور ا اون التيتود de la surface de la Terre. Très bien. Maintenant, je dois de la relation. Donc, la relation entre les deux, donc entre GH et G0. Maintenant, que c'est GH bi dalalat G0 ou la G0 dalalat GH. Donc, je vais dire, une question, je vais dire l'extérieur ديالهم. Donc, on va GH et on va multiplier par G0. ها جي اش كنعرف لا فورمول ديالها، جي زيرو كنعرف لا فورمول ديالها، وغادي نعوض. دونك جي اش هي اللي كاينه في البسط، دونك نكتب هادشي اللي عندي هنايا، هي جي مضروبه في ان تي، كلشي مقسوم على اش على ار تي بلوس اش توس على بويسونس دو دو. وهنا عاوتاني جي زيرو هي جي فوا ام تي ديفيزي باغ ار تي او كاري. تخي بيان. دابا نخدمو شويه ديال الماط. داكوغ نقدروا نختازلو هنايا. دونك الا طلعت هادشي دونك القسمه كتحول لضرب فوالا. دونك هذا غيولي له نورمالمون، دونك ار تي غتطلع الفوق نورمالمون، ام تي غتهبط لتحت والجي تا هي غتهبط لتحت. دونك ونقدر نختازل ام تي مع الجي صافي. دونك هادو ملي غنحاولهم نضربو يوليو هنايا، دونك ام تي غتهبط لتحت والجي غتهبط لتحت ديال هادو. دونك نقدر نختازلهم مع الفوقاني، دونك الجي غتمشي مع الجي وام تي غتمشي مع ام تي. شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا الفوق هنا راه كيبقى واحد على ار تي بلوس اش على بويسونس دو دو، وهنا غتبقى ليا واحد على ار تي او كاري. تري بيان. دابا غادي نكمل. دابا غنحول دائما القسمه الى ضرب، دونك هذا ندير المقلوب ديال ار تي او كاري غيولي الفوق. دونك شنو غتولي عندنا؟ غتولي هي ار تي او كاري، هذا غيطلع يولي هنايا على ار تي بلس اش كلشي او كاري. هاد الشيء شنو هو؟ هو جي اش على جي زيرو. ايوا انا بغيت نوجد واحد العلاقه ما بين جي اش وجي زيرو، دونك غنحول هذه اللي قسمه هنا لضرب لهنا. دونك شنو غتولي؟ غتولي جي اش غادي نولي نحسبها بدلالات جي زيرو. دونك جي زيرو تولي ضرب هنايا، دونك تولي هي جي زيرو فوا ار تي او كاري ديفيزي باغ ار تي بلوس اش توس على بويسونس دو دو. وهنا بغيت نبين لكم واحد المساله، ودونك انا وجدت واحد لاغولاسيون اونتخ جي اش اي جي زيرو. انا بغيت نبين لكم واحد المساله، هو انه الا حسبت جي زيرو في هذه الحاله غنلقاها كتساوي واحد القيمه، ولا حسبت جي اش ديال لو كور في هذه الحاله غنلقاها كتساوي واحد القيمه اكثر من القيمه ديال الاولى. علاش؟ حيت نون باردون، جي فوق سطح الارض كتكون كبيره، وكل ما بعدنا على الارض داك الجي كتبقى غادا وكتصغر. تخي بيان. حيت الا مشينا فوق سطح القمر كنلقاو بان الجي كتساوي واحد فاصله، وفي الارض راه كتساوي 9 فاصله. مفهوم؟ علاش؟ حيت هنا كتزاد لنا واحد اش في المقام، كل ما كان الارتفاع كبير دونك القيمه في المقام غتكون كبيره. دونك الا قسمتي على عدد كبير دائما في الرياضيات لا فالور ديال هاد جي اش غادا تكون صغيره، وكل ما هاد اش كان صغيره يعني ما كانش عندنا الارتفاع بالتالي المقام غيكون صغير، بالتالي القيمه غادا تكون كبيره ديال جي. دونك كل ما ارتفعنا على سطح الارض جي كتكبر، كل ما كنا في سطح الارض جي راه كتكون كبيره. داكوغ. دونك كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. في انتظار سلسله ديال التمارين بقات لنا واحد لابارتي 3 في هذا الكور، هذا غادي نشوفوها باذن الله. ما تنساوش لايك، وما تنساوش الناس اللي اول مره كيدخلوا للقناه اشتركوا. اي ميرسي بوكو، والسلام عليكم ورحمه الله.